نرحب بكم في فقرة أنا أرى، حيث نبث مقاطع فيديو وصور التقطها المواطنون الصحفيون وأرسلوها لنا عبر تطبيق أنا أرى. تستمر المواجهات بين المقاومة الشعبية وقبائل مأرب من جهة وميليشيات صالح والحوثي من جهة أخرى، ويستمر أبناء القبائل في تحقيق انتصارات وفرض سيطرتهم على مواقع عسكرية كانت تابعة للميليشيات في جبهة صرواح. كما وصلنا فيديو يصور قبائل مأرب أثناء مطاردتهم للحوثيين من حدود إقليم سبأ وهم في طريقهم باتجاه العاصمة صنعاء. ومن مأرب إلى تعز، حيث وصلتنا صورة للمدينة يقول مرسلها إن ميليشيات صالح والحوثي تواصل قصفها على المدينة من قلعة القاهرة التي ما زالوا متواجدين فيها رغم استهدافها من قبل قوات التحالف، حيث يستخدمونها لقصف الأحياء السكنية في خرق واضح للهدنة. وتستمر معاناة اليمنيين مع عدم توفر المياه، وذلك نتيجة انقطاع المشتقات النفطية. الوضع لم يختلف على أهالي منطقة شبوة الذين اضطروا إلى اللجوء للوسائل اليدوية القديمة في استخراج المياه من الأبار، حتى وإن اضطروا إلى مرافقة الدلو أسفل البئر. حتى الأطفال أصبحوا يخرجون إلى الشوارع قاطعين المسافات وهم يجرون جالونات فارغة على أمل ملئها بمياه صالحة للشرب. ورغم انتهاء عاصفة الحزم، إلا أن أصحاب المحال لا زالوا يطلقون اسمها على متاجرهم كهذا المحل الموجود في السعودية. كما قام أطفال المدارس بكتابتها أيضا مستخدمين أجسادهم في لوحة تفاعلية. بعيدا عن اليمن، اختتم منتدى الإعلام العربي دورته 14 بحضور مئات الإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وكانت هناك دعوات من بعض المشاركين إلى توسيع عاصفة الحزم لتشمل نظام الأسد في سوريا. وقد أبدأ إعلاميون إعجابهم بخدمة أنا أرى الإخبارية من العربية، كل على طريقته الخاصة كما سنشاهد مع الزميلين نيشان وشعيب. شايف أريال، أريال هو بطاقة كثير كبيرة صغيرة بأدوى المشروبات للكل والسفر. بدي أشكرهم باسمهم باسم كل اللي شاركوا من قبل الإعلام العربي، وهودي الجميع هن يلي بيبلونا ريقنا، هن يلي بيساعدونا أن نضل محافظين على اتزاننا وتوازننا كل يوم. أنا أرى نيشان تسجيل دام لعام كامل لبرنامج سوار شعيب، هو اليوم يسجل من دبي حلقته 11 هنا من منتدى الإعلام العربي. قدم هذا البرنامج أمانة بأداء راقي، وقد قدمه وهو أعمى. الآن أنا أرى شعيب راشد، حياكم. في الختام نذكركم بإمكانكم المساهمة في نقل ما يدور حولكم من خلال تحميل تطبيق أنا أرى بزيارة متجر جوجل في الهاتف الجوال، أو زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية. وسنختار منها ما يبث في نشرات الأخبار على قناتي العربية والحدث ضمن فقرة أنا أرى.